السلام عليكم يا جماعة. اليوم راح أنا حميد البليوش، اليوم راح نتكلم عن عمر. اليوم شوف هذا صوت منو؟ عمر وكريستيانو، وعمر وكريستيانو. شوفوا هذه طابعها من مكتبة. شوفوا الحين أنا كنت أبغى أرسم مثل هذا الرسم بالضبط، بس ما قدرت. رحت المكتبة عشان تطبع لي يعني أطبع مثل هذا الرسمة وأرسمها، بس طبعت لي هذا وما قدرت أرسمها. وأتمنى عمر يشوف هذا المقطع، إني كل المقاطع اللي أنزلها حق عمر ما حد يشوفها، ولا عمر بعد يشوفها. كلكم روحوا عند عمر وقولوا له أنزل حق المقاطع، إنه ما حد يشوف مقاطعي ولا شيء. يعني عندي بس 22 مشترك، هذه 22 مشترك مو واجد، أبغى أكثر كذا، 100,000 مليون عشان نبغى الدرع الذهبي. إذا وصلت 100,000 راح أطلع وجهي. نبغى نوصل 100,000 مليون، 10 مليون، 100 مليون، 50 مليون، 60 مليون، أي شيء. أهم شيء يكون معي الدرع، أي درع. أتمنى عمر يشوف المقاطع اللي أنزلها كلها. شوف المقاطع اللي نزلتها ما حد يشوفها. وأنا أحبك كثير عمر، أتمنى أنت أنا أجي أسلم عليك. وعمر أتمنى أنت تجي الإمارات عشان أجي أسلم عليك. أمنيتي في الحياة أني إيش؟ أني أشوف عمر. واتمنى اي واحد يعني يعرف عمر او ايش اي شيء يتواصل معاه ويقول اني انا نزلت له هذه المقاطع عشانه. انا احب عمر واجد، واتمنى عمر يشوف المقاطع اللي انا نزلها كلها. وانا اسمي حميد البريشي، هذا مقطع اللي نزلتها اليوم، واتمنى تعطوني لايك وفولو وجرس التنبيهات، عشان اذا فعلت جرس التنبيهات اي صورة اي فيديو انزلها على طول تجيكم اشعارة. هذا يومي، واتمنى تعطوني لايك وفولو، ومع السلامة.